أهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قناة الحوار عبر هذا المنبر. حنا وصلنا دابا وصلنا للقرية ديال بوكماز، بغينا ننقلوا لكم تفاصيل ديال موسم جني الجوز، الموسم ديال الكركاع. تما تشوفوا معنا كيف تشوفوا معنا الناس خدامين تيجنيو في الكركاع باش انهم يزودوا السوق الوطنية بالجوز كيف تشوفوا، وكيف تشوفوا هذه الخيرات هادو. صراحه حاجه تحسب لهاد الناس هادو، غادي نمشيو غادي نستقيو الاراء ديال الناس اللي خدامين في هذا القطاع. معنا احد ابناء ديال المنطقه ديال ايت بوكماز، انت سي الحسوني ياك؟ الحسوني. الحسوني تاعي من المنطقه ديال هنا لي في الكوار. كيفاش داير المحصول ديال الكركاع هذا العام؟ هذا العام كاين شويه نقص بالمقارنه مع السنوات الماضيه، وداك الشيء تيرجع شويه الشتاء ما طاحتش فوق هذا العام، يعني الجفاف وكذا المنافسه ديال الشجر ديال التفاح راه تا هو ولاو تيقطعوه بزاف سميتو تيقطعوا الجوز. كاين هذا الاشكال هذا ديال ان ولا التفاح هو اللي تيغزو المنطقه وتتراجع. واش زعما ان الناس علاش الناس تيحيدوا مثلا الكركاع وتيديروا التفاح مثلا؟ حيت التفاح اللي فيه مدخول كثير وسميتو المردوديه ديالو عاليه بالمقارنه مع الجوز. ولكن عاوتاني الجوز هو ما تيبغيش واحد الكميه كبيره من الماء، وما تيبغيش واحد الرعايه بحال التفاح. الجوز هو ولكن واحد القضيه ثاني، الجوز هو حاجه طبيعيه ديال المنطقه وعندها خصوصيه ديال المنطقه وبحال تتقول الصوره ديال المنطقه، وشي حاجه اللي هي بيو ما داخلينش فيها الادويه ما داخلينش فيها. هذاك الشيء اللي قلت لك، هو ما تيبغيش كاع داك الشيء ديال الادويه والاسمده وكذا، هو طبيعي وهو الاصلي زعما في المنطقه، ماشي بحال التفاح اللي تعتبر غير هو داخل على المنطقه وصافي. انتم مثلا واش 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 كاين محصول، واش كاين منتوج، يعني واش كاين مدخول؟ لان تنشوفوا مثلا انا واش هادشي تيحرك شويه اليد العامله واش يعني في الموسم ديال جني الجوز راه تتكون واحد الفرص ديال الشغل، وتيكون واحد المدخول بالنسبه للعائلات كتبان المحصول ديالها، يعني هو راه تيعتبر بحال هو اللي هز الاقتصاد ديال المنطقه تقريبا من بعد التفاح. شي رساله للناس للمسؤولين مثلا على القطاع الفلاحي ولا المسؤولين على هذا القطاع مثلا، اشنو بغيت مثلا اشنو هي الاكراهات اللي كتواجهوها انتم في هذا؟ الاكراهات هو غياب التسويق، والمنافسه ديال الاسواق الخارجيه، داك الشيء علاش تيطيح الثمن هنا في المنطقه، تيطيح الثمن ديال السلعه ديال المنطقه، حيت تيكون الاستيراد من برا، وتيكون عاوتاني واحد الجفاف وغياب سميتو الفرشات المائيه والابار. واش انتم تتعانيو من مشكل مثلا المشكل ديال الشنقه انهم اللي تيجيو هما بحال قلتي الفلاح ما كيصورش تيضرب تمر العام كامل. هادو معنا السيد اللي قدامين هنا في هذا القطاع هذا، عمر الحسوني، انت من هذه المنطقه؟ انا من هذه المنطقه. المنطقه ديال دوار اباقليون. المنطقه ديال بوكماز دوار اباقليون. مزيان اسيدي، انتم دابا كتجنيو في الكركاع، كي داير المنتوج هذا العام؟ هذا العام ودي ناقص هذا العام. هذا العام راه داير 3000، فايت تيدير 7000 6000، هذا العام راه داير غير 3000 2000. هذا منين جا المشكل ديال العام زعما؟ علاش هذا العام ناقص؟ واش المشكل جا من الشتاء؟ واش المشكل جا من شي ماشي جا من الشتاء، مره تيكون اللوز، الا كاين اللوز راه تيهبط الكركاع، ما كاينش اللوز راه تيطلع الكركاع، وكاين الكركاع عاوتاني تيجي من برا. يعني اذا تتهضر على المنافسه ولكن اهضر لينا حنا غير على هذا الكركاع، واش هذا الاصلي ديال هنا؟ الاصلي ديال هنا المنافسه تتكون في السوق من طرف الوسيط، ولكن يعني هنا راه تيكون مرات تكون 4000 3000، ما كاينش الثمن بزاف. ولكن هذا ديال البلاد كاينه الجوده، كاينه الجوده وين كاينه، ما كايناش عاوتاني الثمن، واخا كاينه الجوده ما كاينش الثمن. كيفاش قلتي المنتوج ناقص هذا العام؟ قلتي فاش تيكون اللوز ما تيكونش، يعني داك الشيء مرتبط بالجو، فاش تيكون داك الجو ديال اللوز كذا ما تيكونش الجو ما تيصرفش. الشيء اللي كاين اللوز راه تيهبط الكركاع، ما كاينش اللوز راه تيطلع الكركاع. وانتم دابا اشنو هما المشاكل بالضبط اللي كتشوفوهم انتم هما المشكل بالنسبه لكم؟ المشكل هو الماء. انتم المنتجين ديال الكركاع خاصنا حتى الماء، ما كاينش الكركاع بزاف خاصنا الماء. يعني القضيه متعلقه بالشتاء. متعلقه بالشتاء، هذا الماء ناقص هذا العام. ولكن اذا قارنا مثلا الكركاع التفاح، الناس يقولوا بالنسبه للتفاح هنا كاين مقارنه بالكركاع، التفاح راه فيه الثمن ماشي بحال الكركاع. التفاح راه كاين فيه الثمن، فيه كل شيء. دابا الكركاع دابا تيبغي واحد الظروف مناخيه اللي هي معينه، وهذه داك الشيء علاش شفناه قليل، يعني ولا تيتراجع. تيتراجع ولا تيحيدوا كاع الكركاع
شاري واحد ما يقطعش رجع. ولكن إذا شفنا راه تبارك الله راه كاين المحصول تبارك الله راه كاين المنتوج المنتوج عندكم الصراحة راه شي حاجة مزيانة، ماشي شي حاجة كاليتي وشي حاجة في المستوى. كاين المذاق كلشي كاين، ولكن الأغلبية مرة من كلشي كيحيد الناس الكركاصة قاتي بورا التفاح صافي. سي 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 إلا قلتي لنا دابا مثلا نتوما فين كتسوقوا هذا المنتوج ديالكم؟ أزيلاد. غير ازيلان ما كتديوش الاسواق ديال برا، ما كتديوش حنا السوق ديال برا، ما كتديوش مثلا الدار البيضاء، ما كتديوش الاسواق الوطنيه، كاين اللي تيديوه بالدار البيضاء يعني ماشي حنا. ما كاينينش هنا تعاونيات اللي كاين تشهد؟ لا ما كاينينش، ماشي كاينينش تعاونيات. وكاينين تعاونيات راه غير غلي البريا اش يعني اش كيما حتى المطلبات ديالكم انتم في هذه القطاع مثلا شنو يكونوا التعاونيات باش نبيعوا لهم الكركاع بالثمن وكلشي يستافد يعني باش تسوقوا. باش الوقت ديال الكركاع ديريكت التعاونيات تبيعوا تما كديري لا ما دير لا زلال لا والو. تنتمنوا يعني الاخ انا باش انه الرساله ديالك توصل، يعني توصل الناس اللي مسؤولين، وان توصل حتى الناس اللي بغاو يعني اللي الحرفيين بان هنا راه كاين منتوج صراحه، كاين الجوده، كاين تنتمنى لكم التوفيق. جميل الخليج هو الرسم او الترسم يا خليج. اه يا